ضيوف انا ورد بساتين اهل الهجان ما هو يا حسب المخاسير تسعيره سيف رموز وسيائر على غناء تلبد عبثر وتصوير خلّى من الميدان درة ميادين يا اهل التراشيح القوية واهل الرموز الموسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعين في كل مكان، أحييكم مرة أخرى مع هذه الانطلاقة، شوط الثنايا البكار والشوط الحادي عشر. المسافة المقررة هي 8 كيلومترات، انطلاقة سليمة وموفقة بأمر وإذن من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود القائمين على هذه التنظيمات الرائعة. شكرا 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 لمن يقف خلف هذه النجاحات المستمرة، مباشرة مع تعداد الأسماء الأولى، مع تعداد الأسماء المنتصرة، مع التحية هنالك من تقود هذه الأبكار الرائعات على مقدمة هذا الشوط واحد، وهي في المدرج واحد وفي الكادر واحد وتحمل الرقم واحد، مزون لهجن زعبيل التابعة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، من وصلنا وشرفنا في هذا الصباح. وهنالك يتابعها راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، بينما الدور المركز الثاني، المركز الثاني الوصول من ظن، وظن ما تخيب الظن، المملوكة لهجن الشحانية. وهنالك ايضا الذهبي من يتابعها، هنالك جابر بن سالم بن فاران المري، وعلى المركز الثالث، على المركز الثالث ايها الاخوة الكرام، ايها الاخوة الكرام مشاهدينا متابعينا الاعزاء، طيف وهجر الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقودها مضمرا كما قاد غيرها الكثير والكثير من الاسماء، ولا زلنا نترقب ساعة الصفر في هذا المساء. المركز الرابع، المركز الرابع ايها الاخوة الكرام مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هنالك شوك من وصلت بقوة، المملوك لسمو الشيخ زايد بن مربى مكتوم آل مكتوم، وحمد بن علي العويسي الشاعر مميز ايضا يشاركنا، ما ايضا شاعر الخمس نجوم، مع ايضا التحية وهذا التضمير، ومضمر خمس النجوم يشاركنا باسم شوك واسم رنان. بينما دور المركز الخامس، المركز الخامس هنالك ايضا مدينة بكبرها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مع هجن العاصفة واسم تبوك، اسم تبوك الورد يشاركنا لهجن العاصفة، وايضا هنالك حمد بن راشد بن حمد بن قدير من ايضا يضمرها. بينما اعود الى المركز الاول والى صدارة هذا الشوط، الى القوة، الى الاثارة، الى المتعة، الى من تقود هذه الاسماء الرائعة. والمركز الاول والصدارة هنالك ظن لهجن الشحانية، وعملية تضميرها عند السيد جابر بن سالم بن فاران المري، وعلى المركز الثاني، المركز الثاني هنالك طيف مع المركز الثاني والتألق الواضح، المملوكة لهجنة الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وعلى المركز الثالث، المركز الثالث هنالك تبوك من وصلت لهجنة العاصفة التابعة والمملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعملية تضمير تبوك مع حمد بن راشد بن حمد بن غدير اكتبي يلا يا الواثق. بينما على المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الاعزاء، الوصول ايضا، الوصول من هذا الاسم، من هذا الاسم الباحث عن السيارة التي رصدت لهذا الشوط، جائزة ايضا رائعة وجوائز نقدية من الثاني حتى المركز العاشر. هنالك شوق لسمو الشيخ زايد بن مربى مكتوم آل مكتوم، احمد بن علي العويسي يقودها مضمرا، وعلى المركز الخامس مزون التحدي لهجن زعبيل
وهنالك راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يقودها مضمرا ومتابعا لهذه المزون الرائعة، كما يتابع الأسماء التي تنافس لمزون. هذه هي الخمسة، هذه هي الخمسة، هذه الخمسة الأسماء الثقيلة الثقيلة اللي ذعتها وغيرها الكثير والكثير من الأسماء خلف الخمس الأسماء المنطلقة. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة وإلى القوة. يا سلام يا سلام، تغيير تغيير مبكر، انطلاق مبكر لهذا الشعار. هنالك تبوك لهجن العاصفة التابعة والمملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المختوم، وحمد بن راشد بن حمد بغدية يقودها مضمرا الواثق، من وثق بالكثير والكثير من الأسماء مع هذا الشعار. الدور دور المركز الثاني، المركز الثاني ظن وظن ما تخيب الظن يا بن فاران. هنالك المملوك الهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري، اسم اسم قادم الى ساحة الى ساحة التحديات، اسم ذهبي ايضا ينضم الى فطاحلة المضمرين الخبراء الذين يتنافسون في الاشواط الذهبية. الدور دور المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هنالك طيف لهجن الشحانية وايضا سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي عملاق عملاق المضمرين، يتابعها كما تابع الكثير والكثير من الأسماء. بينما على المركز الرابع، المركز الرابع أيها الأخوة الكرام، هنالك شوق المملوكة لسمو الشيخ زايد بن مرمى مكتوم المكتوم، وأيضا حمد بن علي بن عامر العويسي يقودها مضمرا ومتابعا لهذه الرائعة اللي هي شوق. وعلى المركز الخامس مزون، مزون السحب، مزون النواميس، مع المركز الآن الخامس لهجن زعبيل التابعة والمملوكة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وهنالك راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. يلا يا ابو محمد، غادر غادر كعوايدك، ما شاء الله دائما تبدع مع هذا الشعار. ورأينا حضور هجن زعبيل وتألقها، واليوم ننتظر مفاجآتها ايضا. بينما هذه الاسماء ايها الاخوة الكرام، الكوكب الخماسية، الكوكب الخماسية، الاذاعة تختصر للخمس المراكز الاولى المتقدمة، والجوائز تعم العشر المراكز، والسيارة السيارة السيارة يا مضمرين. اعود الى مقدمة الشوط والى الصدارة والى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، تبوك 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 على المركز الأول، تبوك على الصدارة، تبوك على مقدمة هذا الشوط لهجن العاصفة التابعة والمملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، وحمد بن راشد بن حمد بن قدير يقودها مضمرا، يقودها مضمرا، مضمر إعمار ومضمر الكثير والكثير من الأسماء اللامعة التي سطرت حروفها من ذهب. ولكن المركز الثاني، المركز الثاني يا سلام يا سلام، هذه ظن لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري أيضا مع المركز الثاني. استطاع اليوم بن فاران يسجل الكثير والكثير من النقاط الذهبية، استطاع أن ينجز هذا البطل أيضا الكثير والكثير من النقاط الرائعة. بينما الدور دور المركز الثالث، المركز الثالث هنالك شوق، شوق مع المركز الثالث المملوك لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي. وعلى المركز الرابع طيف، مع المركز الرابع تتسلل الآن وتنتقل إلى ثالث الأسماء، طيف لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مع المركز الرابع والتضمير. بينما بدوري أخذ المركز الخامس، أرى شعار جديد بدأ ينضم، أرى اسم جديد بدأ ينضم. يا سلام، هذه تجاء تجاء مع المركز الآن، المركز الآن الخامس لهجن الشحانية، وأيضا يتابعها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام يا سلام، دافع بأكثر من اعتاد في هذا الشوط، أيضا باحثا عن السيارة، باحثا عن الذهب، باحثا عن أغلى عن الذهب اللي هي كلمة الناموس. يا سلام، المركز الأول، أعود أعود بعد هذه النقطة وبعد التحدي، أحس أنها حرارة الشوط بدأت ترتفع، بدأت ترتفع الآن. نقترب أيها الأخوة الكرام مشاهدينا
مشاهدينا سيداتي يعني سادتي عن مسافة هذا الشوط وعن ما تبقى من عمره 1500 متر 1500 متر أي كيلو ونصف فقط يفصلنا عن السيارة. وهنالك الخطأ الواثقة بهذه اللون الرائعة والمميزة تبوك، يا سلام على هجر العاصفة وهذا الحضور الرائع. وأيضا حمد بن راشد بن حمد بن قدير المركز الثاني وتسلل واضح، تسلل واضح وأيضا ناعم وملحوظ إلى مقدمة هذا الشوط من خلال حضور ظن. الأحرف اثنان والمعنى كبير، الأحرف اثنان والفعل كبير. المركز الثالث أيها الأخوة الكرام مشاهدينا الأعزاء، يا سلام هنالك تجا مع المركز الثاني، تجا مع المركز الثالث الآن لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا الله يا العملاق، يا الله يا أبو سالم، يا الله يا أبو محمد. هنالك بانتظار سعيد الحظ من ينتصر في هذا الشوط، من يسجل التاريخ. لا حد يقول، ما حد اشتغل جهاز أو هنالك ما عرفنا المسافة 800 متر فقط يفصلنكم عن الناموس وعن السيارة والزعفران والتتويج بالفرح وبالخير وبالسلامات. المركز الأول والكوكب الثلاثي، الكوكب الثلاثية تبوك، تبوك وظن وأيضا تجي يا سلام تنضم إلى المركز الثالث إلى القوة إلى الإثارة. 700 متر النهائية وأعلام، أعلام الدوحة، أعلام الشحانية، أعلام قطر بدأت تتهيأ لاستقبال مراسم المراكز المتقدمة الأولى، يا سلام في هذا الكرنفال في هذا العرس الخليجي الكبير. وهذه العدة التي عدت للفائزين وتبوك، تبوك 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 على المركز الاول، تبوك على الصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام مع هذا التألق، مع هذا الفوز، مع هذا الانتصار هنالك تبوك لهجن العاصفة التابعة والمملوكة اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. ويلا يا بغدير، يبدو ان خلاص خلاص السلامات، السلامات عبرت الحدود، عبرت الحدود، عبرت الحدود إلى دولة الإمارات العربية المتحدة محملا على ظهر تبوك الورد. سلام إلى عشاق تبوك، سلام إلى عشاق تبوك، سلام إلى مشجع العاصفة، سلام والتهنئة الكبيرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم الداعم الرئيسي، الداعم الرئيسي لاسم العاصفة. يا سلام وهذه هي لحظات الوصول، تهنئتنا على فوز تبوك المركز الثاني. قدمت عروض رائعة ظن والتهنئة لهجن الشحاني وأيضا جابر بن سالم بن فاران. وفي المركز الثالث تجا لهجن الشحاني وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وفي المركز الرابع ايها الاخوه السعوديه لهجن الشحانيه ومحمد بن خالد العطيه. وفي المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الاعزاء شوق لسمو الشيخ زايد بن مرمى المكتوم المكتوم واحمد بن علي العويسي يقودها مضمرا. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء تبوك النواميس والتوقيت الذي رافقها في رحله الثمانيه الكيلومترات، تبوك هي قائده فائزة محلقة مهدية السلامات لهجن العاصفة مع توقيت الزمن هذه لحظات الوصول. مشاهدينا متابعينا الاعزاء توقيت رائع ومميز 12 دقيقة 34 و56 جزءا من الثواني. التهنية الكبرى لتبوك ولهجن العاصفة ولسمو الشيخ حمدان محمد بن راشد وكذلك محمد بن راشد بن قدير. بينما المركز الثاني اللي قدمت عروض رائعة وتشكر عليها فكان الظن وايضا ما خيبت الظن مع هذا التألق توقيتها 12 دقيقة 39 و 96 جزءا من الثواني. التهنئة لهجنة الشحانية وايضا التهاني والسلامات لجابر بن سالم بفاران مع التألق ومع التميز ومع الابداع. بينما من حلت ثالثا فكانت تجاه لهجنة الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي توقيتها الزمن 12 44 و 41 جزءا من الثواني. هكذا مشاهدينا